انضم البصل إلى قائمة السلع التي استحصى منالها في وقت استبشر فيه المواطنون بعائدات حصاد العروة الصيفية. طبعا أنا جيت الليلة السوق عشان أجي أشوف البصل الأيام الفاتت دي، طبعا هو كله مرتفع سعر البصل، ففي الحلة بقينا نعاني. يعني الواحد لما نمشي الدكان أغلب الدكاكين في الحلة بقى ما عندها بصل لأنه سعر بتاع البصل ارتفع. أول مبارح أنا مشتري بصل بعشرين أربعة الوحدة بخمسة جنيه، جيت الليلة قلت أشوف السوق ده الحاصل فيه شنو، لقيت بصل جديد يعني وارد جديد، يعني مفروض البصل الجاي جديد ده يكون سعره قليل. اتفاجأت إنه الروع بتاع البصل بمية وسبعين، يعني ما عارفين البصل ده من التجار هنا الارتفاع ده ولا من حتته هناك ولا التخزين ولا الحاصل شنو. جملة من الأسباب التي ساقها المزارعون أدت لهذا الارتفاع. البصل ده ذاته رفع سعره سوى التخزين. أي زول عنده 3000 شوال من جعب باعه عملت بين 900 بين 1000، يعني فيه هلاك شديد. حتى الخطو في التلايات في شكارات وزن 50 برضو ضرب، يعني ما تخزينه ما تمام. الخيش الشوال الفاضي ده ب 50 جنيه. العامل اللي بعبي الشوال ده، الشوال الواحد بعبيه ب 50 جنيه، لما تسأله بيقول لك تسأله من السكر بيقول لك كيلو السكر ب 27 جنيه. فالمشكلة دي مشكلة من كل الجوانب يعني. أشار عدد من التجار إلى أسباب أخرى فاقمت بدورها حجم المشكلة. السبب ما بداية الموسم كان المحصول كثير جدا جدا وكان بكفي البلد ده ويكفيها على سنتين لقدام. لكن البصل كله شالوه راح مشى عن طريق قلابات، أخذوه بكميات كثيرة جدا جدا، وبعدين البصل بعد ما شالوه ودوه السوق هنا كشف. مناشدات التجار بمعالجة زيادة أسعار البصل تتلخص في مراجعة الجوانب التي ترتبط بترحيله وتوفر سيولة حصاده. يعني بترول ما في، السيولة في السوق ما في، قروش ما في، يا هل جابت الكلام ده اذا كنا الزياده دي؟ نحن ده طال منه انه تتوفر لنا الحاجات دي عشان ننزل لكم الكلام ده. تبقى المشكله قائمه على حسب ما صرح به التجار ما لم يتم النظر الى دعم عمليات الانتاج وتقليل كلفته وزراعته كعامل يسبق جميع المراحل. زيادات غير مسبوقه لاسعار البصل، وأرجع عدد من التجار هذه الزيادات وهذه المشكلة إلى غلاء المقومات الزراعية، إضافة إلى أزمة الوقود التي تتأرجح بين وقت وآخر. أبو بكر الزاكي لقناة طيبة الفضائية، ولاية خرطوم، السوق المحلي.